حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلتم يا حضرة صاحب السمو الأمير حفظكم الله، وعهدتم إلي مجددا برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة حمل الأمانة الوزارية، ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مسيرة البناء والازدهار بقيادة سموكم الحكيمة وتوجهاتكم السديدة، وهو أمر يجسد الثقة الغالية في شخصي والأخوة والأخوات الوزراء الذين قبلوا مشكورين معاونتي في إداء هذه الأمانة على الوجه الذي يرضى الله سبحانه عنا، ثم ينال رضا سموكم وأهل الكويت جميعا. وإذ أديت وأخوتي وأخواني الوزراء القسم العظيم أمام سموكم وسمو ولي عهدكم الأمين، فأنني أتقدم إلى سموكم ببالغ الشكر والاعتزاز على هذه الثقة التي أولوتموني إياها، ويشرفني وإخواني الوزراء أن نتحمل الأمانة في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ الكويت الغالية، وفي أجواء تترسخ فيها المشاركة الشعبية وتتجسد فيها الديمقراطية نهجا وعملا في مواجهة مختلف التحديات والتي نحن بإذن الله قادرون على مواجهتها وعلى تحقيق آمال وتطلعات أهل الكويت جميعا، ورؤى سموكم وتوجيهاتكم السامية السديدة ودفع عجلة البناء والتنمية ومحاربة الفساد وإعلان شأن الإصلاح والتطوير لمزيد من التقدم والرفعة. ومع توكلي يا صاحب السمو على الله العلي القدير في أن يعينني وزملائي الوزراء على الوفاء بمسؤولية الحكم عطاء وإخلاصا وإنجازا، فإنني أدعو سبحانه أن يسدد خطانا لما فيه تحقيق آمال وطموحات شعبنا الوفي ومصلحة كويتنا الغالية، وأن يمدنا بعون من عنده لنؤدي الأمانة على وجهها الأكمل، وأن يوفقنا بقيادة سموكم الرشيدة لما فيه خير الكويت وشعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد حضر مراسم أداء القسم معالي وزير شؤون الديوان الأمري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأمري